ندخل بقى في الماسكات. يلا بينا. بصوا اهم حاجه بقى ماسك مريان متحمسه اصلا وعماله بتاع الواحد قوي من قبل الحلقه وهي عمال ايه الاحمر حلو جدا تمام. وعايزه اقول لكم اشتغلي لها بالاحمر. انا فقشه البيضه قبل ما اخش عايزه اقول لكم. بصوا عندنا بياض البيض ماشي تمام ده للبشره الدهنيه دي لاي بشره. انا بعالج ايه دلوقتي؟ لا لا احنا بنشد الوش والتجاعيد الرينكلز اللي تحت العين واللي هنا يعني ده ينفع لتحت العين والخطوط اللي هنا ده ينفع لتحت العين كل ده كده. اوكي كل ده كده حلو ده نتقش كام بيضه. لا انا مش ايوه بالظبط كده العيد بقى جايبه كل عيد ماشي. بصوا ده عايزه اقول لكم ده خطير. معلقه اوكي بيضه واحده ماشي صفار بيضه واحده بياض بيضاء بياض بقى ايوه بياض تمام. الكنترول بيقول لك كنترول الصفار نوديه كنترول بيقول لك الصفار هنوديه الصفار هنعمل بيه ايه تمام. بصوا بقى الصفار ناكله بقى نعمل بيه كيكه بقى. في خميره ماشي الفوريه مش الخميره العاديه لان الخميره العاديه بتطلع حبوب كتير قوي في الوش جامده بجد جامده على الوش فمش مستحبه. هو باكت الخميره الفوريه كيس الخميره الفوريه تمام او دي سهله الواحد يحتفظ على كله على البيضه. هو كيس كده صغنن كده هتلاقيه وخلاص على بياض البيضه على بياض البيضه بيضه بلدي لا مش بلدي اي حاجه بقى مش مهم. لا اكيد البلدي فيها فايده اكتر يعني. بصوا اللي احنا عايزينه الاسعار غليت ماشي مشكله. وهنحط خل لا ميه ورد اصل خل الجنسيه على الوش زوزي تخلف افتكرتها خل فعلا والله انا قلت ما اطلعش بيها بس هعمل ايه بقى معلش ميه ورد ميه ورد يبقى احنا كده بياض بيضه بياض خميره فوريه وميه ورد. طيب الملمس يكون بتاعه عامل ازاي كريمي كده طبعا يعني هو يا سلام لو انت ضربتيه في البيت ضربتيه بخلاط مثلا او حاجه هتبقى اسهل لك. احنا كده طبعا عشان على الهوا تمام يعني يبقى سائل يا نانسي ولا ايه؟ بصوا هو بيبقى عامل زي الكريم الجل لان بياض البيضه اوريدي بيمسك الخميره في طبعا فيها فوائد رهيبه. الخميره مش عايزه اقول لك بقى طبعا حبوب معاكي بياض معاكي كلف بتشيل بتشد الوش لا هي رهيبه يعني هي الخميره على وشي دي اسيبها على اي وشي ربع ساعه ربع ساعه لا بالعكس عايزه اقول لك بقى الماسك ده لا مش هتلاقي مش كيكه مش مريم خلاص هنفضل نعملها كده لغايه ما تبقى عجينه. اوكي طيب. طبعا على الهوا احنا بنعملها سريع بس لو انت ضربتيها في البيت هتبقى افضل في البيت يعني هو السائل اللي فيها بس هو بياض البيض بس كده لا ميه في الورد معلقه مثلا معلقه نقطتين لغايه بس ما تبقى ما يعني تبقى شبه الكريم بصوا شبه الكريم يعني لو الكاميرا جايبها شبه الكريم مش سايل بحيث انا لما احطها على وشي هتمسك اوكي بصوا بقى هتحطوها على وشك و10 دقايق هتلاقي وشك ده اتشد ولا لاينز هتبان ولا هنا هتبان مفيش اي حاجه هتبان. هروح اعمل متاكده متاكده هروح اعمل اتصلي بيا بعديها قولي لي على الجايه وقولي لي ايه الاخبار اتصلي بيا مريان قولي لي عملتي ايه بجد انا هعمله على طول لما ده رهيب انت لو تقدري تعمليه ثلاث مرات في الاسبوع اسبوع الموضوع مختلف خميره نقاء بياض ايه مش كتير على الوش ثلاث مرات في الاسبوع احنا كل ده حاجات طبيعيه ميه ورد دي طبيعيه خميرة فورية دي ما فيهاش مشكلة كرتونة كرتونة بيت بقى وعيش دي مشكلة انا كرتونة بيت في الشهر مرات يعني ثلاث بيضات مرات في الاسبوع 12 بيضة مش خسارة فيكي مش خسارة في بشرتي مش خسارة في طيبة قلبي خلاص ده كده ايه تاني قولي ده أول ماسك تمام طب ما انا اشيله ازاي بقى ما احنا عايزين احنا حاجه ميه فتره وهتروحي غسليها هيقع معاك عادي كده بس كده مش هتقشر بس انت عايزه اقول لك هتلاقي وشك عارفه البلاستيك اللي هو سيرجري كده تحسي تشد كده مع تشد كل ده طلع ليه ماشي ليه ما شيلهوش لا لان هي تبقى رفيعه ده مش زي ماسك بتشال ايوه مش ماسك لا بس هو اوريدي مع الوقت يعني نسيبه ربع ساعه مثلا ربع ساعه ثلث ساعه يعني كل ما قعدنا يبقى احلى طبعا مع الوقت هتلاقي اللاينز اللي هنا اللاينز اللي هنا مع الوقت هتلاقيها شد مش بقول لك من اول مره هتلاقي وشك شد لا اكيد لازم تستخدميه وكله اوريدي حاجات طبيعيه بعديه هل احط حاجه مرطبه ولا خلاص انا قفلت على كده خلاص هو اصلا مرطب هو اوريدي ميه الورد كمان رائعه لو هتخشي ما تحطي مثلا كريم ليل خلاص وتنامي بس لا ما وما مش ولا غسول ولا صابون ولا اي حاجه يعني هو بميه فاتحه كمان ريحته حلوه برده ريحه البيت والبيت عايز اقول لك انت بقى شميه بعد الحلقه ريحته حلوه جدا أوكي. انا بعمله على طول على فكره بيض ريحته برده ريحته ما ده مش صفار ريحته حلوه جدا مش ريحه اصلا والخميره على فكره ريحتها حلوه قوي طيب مع الميه الورد الموضوع مختلف حلو خلاص كده ده اول ماسك حلو قوي تمام نمري عليه اول ماسك نمري عليه ده هنعمل
تاني ماسك بقى والمهم وللناس كلها بتسالني عليه الهالات السوداء. تحت العين مشكلة احنا هالات السوداء يعني. انت قلتي لي الماسك اللي فات برضو تحت العين ده كله ده الوش كله بس ده على فكره دي ده الحلاوه لان ممكن يعني انا بشوف وصفات كتير قوي يقول لك بس بعيد عن الاريا انا جايبه لكم حاجات يعني. اللي هو كمان تعمليها في البيت حلو قوي تقدري تستخدميها ومش غاليه ان انت تقعدي تجيبي كريمز وحاجات كده في البيت. لا حلو جدا تمام وسهله وعلى فكره تتحط على الايدين كمان مش احنا بنحس ان في ناس ايديها هنا فيها لاينز كده مع الوقت شايفه ايد نانسي بتعمل الحاجات دي انا بالك انا يعني الماسكات دي يا نانسي ايه اللي عامله كده عينك على ايه بس دايما بعملها انا بعملها على وشي بس الصراحه باين ماشي تمام الماسك التاني ده ايه طيب تاني ماسك تمام عندنا لبن بودره ده كم معلقه معلقتين معلقه مفيش مشكله هتفرق لبن بودره من لبن عادي هو ايه اللي هقول لك ليه خيار طبعا انا عاملاه وجايباه من اسكندريه بصي مفروم بصي بطاطس وخيارايه بطاطسايه وخيار تمام هتبرشيهم وتاخدي ميتهم نايين لا يعني انت هتبرشي هتاخدي بطاطسايه وهتبشريها ايوه والخياره نفس القصه هينزلوا مبشورين فيهم ميه هتعصريهم وتاخدي الميه بتاعتهم هيبقوا عجينه ما مفرومهمش بقى معلش يعني ليه ما مفرومهمش او القلب بتاع الخيار اسهل بالنسبه لي لا هو الفايده في القشره بتاعه البطاطس وقشره الخيار يعني البطاطس انا ما قشرهاش انت كويس انك قلتي البطاطس ما قشرهاش لا هي الفايده بتاعتها متخيله ان انا لما تكوني تعبانه وعينك منتفخه تجيبي قشره بطاطس تحطيها على عينك دي معروفه بتشيل بقى الرطوبه وبتشيل الانتفاخات وبتشيل السواد والحاجات دي جداً. الاقوى بقى منها الخيار والبطاطس مع بعض دايما نشوف الافلام كده يعملوا الخيارة كده ويخبوا عينيهم بيها بالظبط لا احنا بقى جبنا حاجه سهله وبعدين انت كمان ممكن تحطيها في الفريزر وتطلعي منها كمان هتبقى ساقعه هتبقى اكتر طبعا تمام